وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معالي السفير. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. إذن كيف رأيت نتائج ورسائل الزيارة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأيضا على صعيد العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات؟ يعني هي الزيارة في الحقيقة واجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى وما صدر عنه من بيان، البيان ينص على التعاون بين البلدين بين مصر وتركيا في جميع المجالات، وده على أعلى مستوى، ويكون بكده وصلنا إلى مرحلة عودة العلاقات إلى مسار التعاون المشترك بين مصر وتركيا في كافة المجالات، وهذا سيساهم بلا شك في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في القضايا اللي أشار إليها الرئيسان في كلمتيهما في المؤتمر الصحفي. لأن مصر وتركيا دولتان إقليميتان كبيرتان لهما دور فعال وتأثير في المنطقة، يتشاركان في الاهتمام بعدة مشكلات. يعني في الأزمة الليبية على سبيل المثال، مصر وتركيا موجودتان في ليبيا، وبالتالي التعاون بينهما ودفع القوة الإقليمية القوة الداخلية في ليبيا إلى التوافق والاتفاق على إجراء الانتخابات، ده بلا شك سيسهم في المصالح المشتركة بين البلدين. أيضا بالنسبة لسوريا، سوريا دولة مهمة جدا بالنسبة لمصر، دولة جارة لتركيا مرتبطة معها أمنيا واقتصاديا وتجاريا وسكانيا، وبالتالي إذا تقاربت تركيا مع سوريا ومصر أيضا مع سوريا فده هيوسع دائرة الهدوء ودائرة الاستقرار في المنطقة. أيضا التوافق بين البلدين، لأن في الحقيقة كلاهما مصر وتركيا يريان أن ما تقوم به إسرائيل سواء في غزة هذه الإبادة الجماعية والتدمير الشامل وقتل السكان إما بالسلاح أو بالتجويع والمرض، هذا شيء يعني منافي تماما للإنسانية، ولا بد من وقف هذه الحرب المجنونة والتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود أربع يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. أنا بشكرك. على المستوى الثنائي ده بيعتبر طفرة في العلاقات، لأن كانت طبعا العلاقات الاقتصادية مستمرة بالرغم ما كان من بعض خلافات السياسية بين البلدين، لكن لم تؤثر كثيرا على العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ولكن الآن بيفتح المجال لاستثمارات جديدة ليس فقط الاستثمارات القائمة، وتقدر بحوالي 3 مليار دولار أمريكي استثمارات التركية في مصر، وهي يعني أكثر من 80% منها أو 90% في مجال الصناعة، صناعات بتغطي في السوق المحلي في مصر وبتصدر أيضا إلى دول أخرى. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق.